رجعنا مع عبدالي ورجعنا مع اللبسة والحطايط. رجعنا مع السبونسور اوفيسيال متاعي اللي لبس فيا اللي هو اكزيست لا مارك دو بريت ابورتي نوميرو 1 في تونس، ومش بالكلام بالفعل بالبريزونس متاعها الانترناسيونال باكبر ريزو دو ماجازان في تونس، وبستيل متاعها لديما مودرن فاشن. ونحب نقولكم امشيو فيس على المجازانات اكزيست اللي باش تلقاو لا نوفيل كوليكسيون تاع لي اكسسوار منيجل بارفانات لوناتات حلوين برشا على كيف كيفكم. توا جايسيف وقت حطايت ولبسه وفيس ومونجيلا كومرايات وبارفان ودنيا. وزاد ما تنساش لا نوفيل كوليكسيون تاع الحوايج برانتون ايتي 2019 تلقاوها في لي ماجازان اكزيست، تلقاوهم محلولين زاد بعد شقال الفطر. كل يوم امشيو اعملوا طلا وين تلقاو شواء كبير اكزيست. خليك تكزيستي وزيد تكزيستي وشعارنا يبقى اكزيست يو كانت ريزيست. رجعنا مع عبدالي شو تايم، ورجعنا مع الجو والشيخات والموسيقى. وان شاء الله نعاود نذكركم رمضانكم مبروك، خاطر ممكن نسيتوا اللي هو رمضانكم مبروك. كان تحبوا تربحوا كهرباء، اهم حاجه تحبوا تربحوا كهرباء فورد فيستا اخر موديل، كهرباء طياره برشا فاميليال فيها جارانتي عامين فيها برشا ديزوبسيون. تبحثوا حرف على 85 899 وتحب توفر حظوظك تقوي حظوظك تبعث اكثر من ميساج تنجم تجي تهز كرهبتك من هنا في عبدالي شو تايم. وتوا عندنا ضيف اكسبسيونيل عمل البوست قلبت عليه الدنيا برشا، هو زوالي شويه انا نحب نعاونه خاطر على غالب في عقلكم هو زوالي شويه نحب نعاونه نحب نقف معاه على خاطر مسخفني شويه اموره وسيرتو ماديا اموره تعبه على الاخر مش لاقي شياكل الراجل فهمتيش ولا لا. قلنا فمش ما نسيو فمش ما نوقفوا معاه في التاسعه عربي اهو قد منا ضيفنا بطريقه عالميه. إذا ليديز اند جنتلمان نستقبل معا بكل فخر نجما مثيرا للجدل الايجابي وطني حتى النخاع ويحب البلاد كما لا يحب البلاد احد. ثروته فاقت الثراء الفاحش وتجاوزته بالاف الكيلومترات، امواله فاقت اموال قارون. ولو عاوزين تعيشوا عيشه زي النسر فوق قمه الشماء انتخبوه رئاسه مدى الحياه. إلينا وإليكم نجم نجوم الراب بيل جيتس العرب البيليارديير سواج مان. يو 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 سواج سواج مان. لا نحب 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 تعملوا له تحيه خاصه تنقول لكم عليه. على عكس اسكت يا تبدلك ان شاء الله. على عكس ما حكينا في التليفون التوانسه يحبوك برشا هكا ولا باهي. سواج مان مرحبا بيك في عبدالي شو تايم. يعشك. الجمعة هذه عملت برشا حس في البلاد، الناس كل تحكي عليك، طلعت في التلفزة، جبت سياقتك، جبت ذوباتك وزنتهم. من غدوة سمعنا بيك خويا بارازار، انترتي دو فواياج، متحيل تبيض في الأموال، تبيع في الدروغ، تبيع في السلاح، شنو اللي صار بالضبط؟ معناها ملي كنت ستار مغني من غدوة وليت لنا مجرم الكابون، أنت yeah. تو ممنوع من السفر في تونس. يا yeah. صحيتك. تو ما نجمش نسافر وقاعد معاكم نشرب صابرين ومروة. يو نو دبوزة مي صابرين ومروة. ما عندكش فلوس معناها؟ زوالي نو. باش نقول لك حاجة، أنا تو ديجا الخاتم من خواتمك عايشك 10 سنين في تونس. دونك سافا. باش نقول لك حاجة، أنا نحكيك بقلبي فهمت؟ أي. زعما حاجة أنا مقتنع بها فهمت؟ So the problem is I can't travel. You know, it's terrible for me. I stay in Tunisia for nothing. You know, تونس بلادي موت عليها، but I'm a business.
I'm a businessman. I have my business. أنت معناها رجل أعمال وإنك في حاجة حسب قاعد نفي كلامك في حاجة إنك تسافر وتدور وتوقف على أعمالك وفلوسك أنت اليوم بلوكي يعني. Of course. I can do nothing. صباحني. قبل كي وقت تتحرك تو انت رجل اعمال اللي نعرفوا انت تاخذ طياره تمشي لميلانو تاخذ طياره تسافر العالم كله هكا ولا تكون قاعد تقول نمشي لميامي تكون صحيت وتوا نحب نمشي كله هاو مخيا تشوفا سما ما كليش كل هاو مخيا هاو لوبيا وفديت برو ام سيريوس برو ولا فديت فديت برو قاعد تعمل ليامات محسوس نقول لك حاجه ايش قاعد تعمل انا ديما قاعد في الدار ونشوف البحر ونغني يا بابور يا منامو اسمع بالحق بالحق تو انت في 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 وضع في وضع situation bad situation خايبه ياسر معناها انت رجل اعمال تلقى روحك اليوم تظلمت انت باسبورك امريكاني باسبورك فرنساوي باسبورك تونسي عندك باسبور اخر برازيل يعني عندك ثلاثه باسبورات هذوما اربعه باسبورات والباسبور التونسي باسبور التونسي ما عندكش حق تخرج به نقول لك حاجه انا نموت على تونس باش نقول لك حاجه انا نموت على تونس ونعرف تونس عندي توا واسني ثلاث سنين تعرف تونس yeah I speak Arabic since 3 years before I don't speak Arabic you know كابالي You know, really? So, yeah, I swear to God, bro. Yeah, I swear to God. You know, three I years swear ago. Swear to God, نحلف قالك عم أنا والله والله. صار يقول والله هو. إن كلك حاجة أنا مسلم وزما ليش تشوفني بالوشام وتقولك لو هو عنده وشام وليش مسلم اسمعني أنا ليش قاعد نصلي you know but مش تصلي كمان لا نكذب لو كان كلك نصلي but مشيت بيت مكة وزما نموت على الناس ونموت على بلادي but يزم تعرف حاجة. توا انا قاعد في تونس اوكي نو بروبلم مي توا شنو الموتيف علاش قاعد في تونس علاش قاعدينك في تونس اي دونت نو واي اخي نبيع في سلاح نو اي سيل كوكايين نو بيع في الكوكايين كوم اون مان اسمعني قول لي ولا انا باش نعرف اسمعني انا فنان معروف زعما شنو نعمل بيه انا شنو نعمل بيه كوكايين نبيها شيء زما أنا توا حياتي بيها خير ما 10 years ago so right now ما نفهمش علاش خلنا نفهم الموضوع بالضبط خلنا نبداو من الأول أنت جيت لتونس عندك فلوس بلوكي في البنك سنترال yeah depuis 6 months ليك لي depuis 6 mois ليك 6 أشهر من ديسمبر yeah عندك قداش بلوكي 17.6 مليار دو دينار 17 مليار بلوكي أه ليش أول مرة مش أول مرة بلوكيو لك فلوس؟ نو اسمعني كل حاجة كل حاجة باسبور أخضر أي كي توريه يقول لك تك على الشيرة وقت نسوق كهرباء متاعي وفما بوليس يشوفني يقول لي لايسنس درايفر ولا يقول لي بطاقة تعريف كي نعطيه باسبور أمريكان يسي أو يو ويلكم سو باسبور فير تك على الشيرة باسبور أزرق يو ويلكم برو أي واز بورن أوفر ذير أي دونت واز بورن هير سو أنا توز ناشوناليتي تونيزيان باش نقول لك هاك حسيت كانك ناقم شويه نقول لك حاجه ناقم شنو معناتها ناقم وات از ذيس انجري ماد يا ام سو انجري ام سو ماد بيكوز برو اتس ماي كونتري اي وونت انفست ماي ماني ان ماي كونتري اند اي كان دو ناثينج اتس نوت نورمال برو ام يونغ اي وونت انفست اوفر ذير خاطر نحب نستثمر فلوسي في بلادي وما نجمش وقاعدين يكسروا لي في البطاطا برو ليسن تو مي تسخر شنو انا توا باش نتهدى التلفزه ونقول انا عندي فلوس بلوكي من الغدوة كالوني ما تنجمش take a fly تنجمش كتير and I and the story is 6 months ago زعما يزم انتهدى التلفزة باش يعملوا you know find a solution for حكاية متاع come on man you know I مش بيزار شوية كانوا ناسينك تعديت في التلفزة تذكروك من غدوة yeah so اسمع نقول لك حاجة تونس نهبوها ونكروها okay Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vois un nes, un nes fait un nes à l'échelle de Bouyarko. Nes fait un tel. À l'échelle nes, Twins à l'échelle de Bouyak, Yarko à l'échelle Twins à l'échelle Bou. Et quand je me souviens, un a fait dit me Twins. T'as aussi mani. Quatre passeports ou quatre macam. You know? Ça veut dire que t'as fait dit un a ou nes ou
Because اسمعني انا سمعت انا شوف سمعت دو فيرسيون سمعت انك تلمون فديت قلت انا باش نحرق صحيت معني عندك باسبور امريكاني وعندك yeah. باسبور فرنساوي وبرازيليان yeah. وعندك مليارات ولابس زوز مليارات انا ذهب حسب yeah. رايي yeah. انت لابس زوز مليارات yeah. هكا ولا مينيموم مش زوز مليارات بس I have a lot of مش money. بعيد على yeah, مليارات توا yeah, yeah. ديامون ذاك ذيك ديامون شركه yeah, every time diamonds ديما ديامون every time ما yeah. تفضلكش مع الديامون no I don't play with that shit never اش معنى I don't play ما نسحكش You know, ما تلعبش معناها بالديامون يلزم الديامون تديامون yeah because you know diamond is successful when I نقولك حاجة كل حاجة عاشد موغيل متاعي لش الوقت سيه الوقت لش سيه because I don't care about the time معناها انت الوقت مهمك سمية I don't care bro yeah of course bro just think what I have a watch because I need to نشوف الوقت what the f bro yeah I don't care الديامون صاحبي yeah diamond bro is successful when you have a diamond you know your life is good به نرجعوا للموضوع أبار تعال عودوا نرجعوا نركزوا خطرنا والله قسمنا ذن عميت لي عينيا بالديامونت وبالذهب معاش نجم مرة You understand me? Yeah, of course Yeah Of course سمعني أنت اليوم عندك أربع باسبورات وتحب تحرق اسمعني كن كلك نحرق أنت تسخيل باش تشوفني في فلوكة ونهوم أها No, bro فما حاجات نجم أنت تمشي You know, you pay وتقطع but هاو كيفاش ما نعطيكش الفكرة you know but ناس مثلا تكلم من امريكا ولا اصحابك اللي بس عليهم تاع الديامونت الاخرين no let me yeah of course yeah let's do it تبعث مثلا تكلم انت بالتليفون اصحابك تاع الديامونت الاخرين تقول له ابعث لي طيارة ولا يوت no اسمع نقولك حاجة انا نحب نخرج من بلاد ازان نحب نخرج clean نظيف اي yeah اما خممت فيها Bro, sometimes نخمم تكلم على شنو خممت اللي حاجة الناس منتكلم؟ اي تنجم خاطر انا شوف فما الرجلة تعرفش معنى الرجلة؟ انا رجلة وانا رجلة انت كي كلمتني في التليفون على حكاية انا ما نجمش نحكيها بالحق كلمني على حكاية مخطرة جدا وانا نفهم ونحبش خاطر الحكاية ذيك باش نحكيها ما نحبش العباد من بعد تسبوا وتفهموا بالغلط الراجل تلمون تيقر I can yeah, 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 bro yeah, Yes. قلبي يوجع you know يا به قلبك يوجع الراجل yeah. قلبه يوجع كلمني البارح في الليل ولا هي البارح في الليل كلمني قال لي لطفي نحب نحكي معك قال لي باش نعمل عملة قلبي يوجع وقعدت نص ساعة نحكي معاه وما حبيش نقولها إلا ما قال لي هو خاطر سره هو قال لي لطفي أنا الحل الوحيد أنا عندي باسبور أمريكاني كي نجيب ندخل باسبور أمريكاني الناس كنت تقدرني نجيب باسبور فرنساوي تقدرني نجيب باسبور برازيليان يقدروني دخلت بالباسبور التونسي مرمدوني قال لي اون بلوس انا بلوكي هنا خاطر عندي باسبور تونسي انا امريكاني بلوكي في تونس خاطر عندي باسبور تونسي قال لي الحل الوحيد والعباد تسب فيا وعملوا لي وجيت حبيت ندفع فلوس قال لي انا مريض نحب نحي ناسيوناليتي تونيزيان وكان ماشي المحكمه باش ينحيها yeah. صحيح ولا yeah. وحاجه كلك نبكي تو فهمت فهمت انا نفهمك انا ما نجمش نلوم عليك وما نجمش وانا الحقيقه قعدت نحكي معاه قلت له راه نفهمك بعد ساعات بلاد نجم تحطنا في وضعيه خايبه صاروا لي برشا مشاكل ونتنرفزوا ونجم نصبوها البلاد لكن هكا وكل تونس نحبوها لكن في الاخر ما عملتهاش انت الحكايه نو بين نخمم على مش نقولك حاجه انا اول مره نبكي في 10 سنين عندي 10 سنين ما بكيتش بكيت 10 سنين التالي كي علاش بكيت 10 سنين؟ خاطر خرجت من you know so وليت غني نبكي خاطر فرحان وتوا نبكي ليش خاطر فرحان ليش فرحان you know so باش نقولك حاجة أنا تونسي ونموت على تونس ونموت على بلادي you know so أنا برازيل يعرفوني وديما نمشي برازيل وديما نمشي you know I live in Miami بات باش نقولك حاجة تونس بلاد محليها ونموت على تونس ما لو كان ليش أنا نمشي ونحط فلوسي في تونس because أنت تخيل أول مرة حطيت فلوس في تونس no it's not the first time حطيت قبل yeah I invest my money in Tunisia a lot قداش حطيت كل في الكل في تونس من تول 100-200 مليار دو دينار وعندي ديار وعندي des entreprises ليش تشوفني بالوشام وتقولك هو جست فنان نو no. تو نعمل فلوس بالفن ما فلوسي نعملهم
you know, real estate. ناس بيسألك سؤال yeah. اللي هو بحير التوانسة الكل. فلوس كمين؟ نخدم كمالات بيض الكل. I have a lot of company. كيفاش عملتهم الشركات متاعك؟ اسمعني، علاش الناس ما يكلموش على السوسيتي متاعي اللي معروفين في العالم الكل؟ علاش؟ علاش ما يتكلموش على السوسيتي متاعي نمبر 1 في العالم الكل تاع مريات؟ علاش ما تكلموش في الحوايج؟ هو السوسيتي متاع مريات. I have a lot of company. So علاش ما تكلموش على الحوايج اللي لي مارك اللي نعمل فيهم؟ علاش تكلموا كان على كيفاش عملت؟ توا سامحني، ليسونسييل لوش كيفاش عملت؟ ليسونسييل سي كيفاش وصلت؟ فهمت كيفاش؟ لوش كيفاش عملت؟ خاطر اسمعني، انا زعما عندي حياتي الداخليه، و انا لو كان جيت هنا خاطر في راسي ما عادش نجم، و لو كان خممت يو نو اي ريموف ما ناسيوناليتي، تجبد الناسيوناليتي بتاعك. تصور انت من الوالدين التونس وعملت برشا مشاكل. انا اسمي ريان هيتاب، ريان هيتاب. تصور انت تونس وانا ناحي الناسيوناليتي نتاعي، قلبي ما يوجعش. اي اوف كورس يوجعني، مي باسبور فيغ ما يعمليش خير. نعرف تونس 3 سنين ما يعمليش خير. باسبور فيغ باللي خذيته سبدت لك. اسمعني كي نوليه كانوا سبيتك، يو نو. باسبور ما نحبوش، باسبور تونس ما عادش نحب. قاعد نخمم لو كان نعي يس او نو. اسمعني سي مون دووا، سي مون دووا حقي. لو كان نحي يس او نو سي مون دووا. حتى واحد ما ينجم يقول يس او نو، حقي. تي قرت معناها فديت باش نرجع تونس ديما. معناها كي باش تنحي، سامحني سؤالي، كي باش تنحي الباسبور التونسي ما عادش باش ترجع لتونس؟ نو نرجع. فما عندي mes appartements mes maisons ma big house big cribs yeah with the big swimming pool I spend maybe 10 billion you know yeah I love Tunisia but Tunisia is beautiful for a tourist just 10 day more than 10 day chocotom you know I can't yeah I can't bro I can't more than 10 day معناها تونس قال انت قلت تونس اكثر من 10 ايام مع دم yeah معناها ملياردير يتكلم كيفك ما لمساكن الزوا ولا شي يعملوا نقولك حاجه قل لي حاجه وعلاش انا جيت لتونس وعلاش باش نحط فلوسي جست اسك مي علاش علاش باش تحط فلوس pour faire des projets باش نقول لك حاجه est-ce qu'il y a ici a big company music for a rapper فماش okay look all the rappers from tunisia number 1 the same view like rihanna but anti harian you know so ما عندكش فلوس Why? Because nobody pay you, nobody invest on yourself, nobody pay you. حتى حد ما يخلص فيهم لي. Exactly. So it's the reason why I want to make a big project, music, hospital, mosque. So if I don't invest. تحب تعمل production, تحب تعمل سبيطارات, تحب تعمل جوامع. Yeah. باش ربي ما يحرقنيش بالنهار. نلعب معكم بالكلب, نعملها بالكلب, you know, with my heart, you know. I'm so loyal. ما ننساكش. نقول لك حاجة. هيات تعمل اللي تحب، اللي ما يحبكش ما يسالش. انا ليش مولود على خاطرهم؟ مولود على خاطري. انت لوشيم هذا الكل علاش؟ انا نقول لك حاجه. قول لي. عندي بيكاتشو متصور. شنو؟ بيكاتشو؟ بيكاتشو؟ Yeah, I have a Pikachu. I'm not a gangster, bro. اما انت بدنك الكل موشمره. Yeah. نحكي معك قبيله قلت لك بزيت وشم، قلت لي ما عادش عندي بلاصه. Yeah. ما فماش بلاصه. كان فما بلاصه تزيد توشم بلاكش يا توشم البريود هذيا تونس صار وفكولك باسبور yeah. باش نقول لك حاجه بريود هذيا في حياتي باش نوشم خاطر حاجه كبيره انت تسخيل حاجه صغيره يو ثينك از ذا سمول ستوري العباد يتفرجوا ويضحكوا ويسخيلوا حاجه صغيره yeah. انك انت اليوم يسخيلوا حاجه اه مثال تتفضل برو تتفضل في فاز يا بس برو لا كيه كبيره نجم يحطوك في الحبس نو no. It's my money. توا سامحني أنا جيت هنا نهار فلوسي وبيستطني في الحبس. It's ridiculous. توا أنت تهمة اللي وجهوها لك تحايل وتبييض أموال. You understand me? تحايلت على شكون أنت؟ تحايلت على شكون؟ تنجم تقول اللي تحب.
تنجم تقول اللي تحب في حياتك. لا ليبرتي ديكسبرسيون ما نجمش نهيها لك. هذه معناها القضاء هذا مش أي. مش مش اي مش عبيد تتكلم. تو نقول لك حاجه كي انا عملوا لي انترديكسيون دو فواياج فما حكايه علاش؟ سوسبيسيون دو بلانشيمون دارجون. معناها شبهه. شبهه مش حاجه مؤكده عليك. اي تو سفيان سليتي le porte-parole du port de la lutte contre le blanchiment d'argent, Schnakal. Schnakal. Suspicion. Shubha. De blanchiment d'argent. Shubha tabiz amwal. Shubha. Mane ma andom alik hatta delil. Voilà. Ana taw nji Tunis, on nkellem fi التلفزيون, on nkol la amali. Ana fadit flousi taw bloqué, andi taw 5 ولا 6 شهور. Lo kan ana hat rahak fi blasti. Lo kan ana I watch the money. تبيض ما تخسر yeah. الفلوس أنا بوهل نجي أنا ونكلم عليه تكلم على 17 مليار لكن أنت ثروتك تكون أكثر برشا من 17 مليار تعبي 17 مليار yeah. اسمعني حتى واحد يلا بالي ما نحبش كون يلا بالي nobody ناس شوف فلوسك مش تاخذهم مش تاخذ yeah of course yeah it's my money and I have a lot of projects for this country في العادة اللي يبيض الأموال يخبي فلوسه ما يحطهمش في البنك أو ما يحطهمش no. في أنا في البنك وما يحكيش عليها أنا في البنك بالك شي الغلطة إنك زادة تعديت في قناة وريت خواتك وريت الدنيا وحكيت لي أنت أخشي ملياردير ما حكيتش هاد شيء شوف جس شوف ما حاجتيش نحكي جس شوف هاو قالك قلت عندك أكثر من 5000 مليار ولا قديه إيه عندك بالحق أكثر من 5000 مليار لبس لبس عليه ما فهم نقول لك حاجة قول لي حاجة اللي جبت في تونس C'est même pas 1% de ma fortune. واحد هذوكم 17 مليار معناها 100 مليار اللي جبتهم مجيش سي ريان دو تو. زعما نحب نعمل نبدل تونس انا. نحب نبدلها تونس. فما ناس في تونس ما عندهمش باش يداووا. جاني مساج في انستغرام واحد قال لي براسامك ما يسالش تسليني بروتيز ما نجمش نمشي. تصور انت سخايل بروتيز باش تبدل انا حياتي لو كان نشري نو مي هو حياته تتبدل لازم تعرف حاجه اللي في بلاد تونس بلاد عربي وبلاد كل واحد هي دونت كير اباوت ذا بيبل لو كان عندك مشكل عندك مشكل خلي انت تو الزبله في بحر واجا بعد 5 سنين تتلقاها في البحر عندك فكره بدات تخيب برشا على تونس اسمعني تونس نكرهوها ونهبوها نموت على تونس وديما تنقولك نموت على تونس وبعد 10 سنين نقولك نموت على تونس في هذا الكل وانا نحب نقول لك اليوم زاده فما فنان يموت عليك ومتاثر بيك برشا برشا نستقبلوا مع بعضنا سواجر مان خاصة لسواجر مان. براو البنات. تلوح في فلوس. سواجر مان ما صغرها الدنيا برو يو نو. نقول لك حاجة. Yeah, let's do it. نقول لك. والله حرام عليك نقول لك حاجه برو انا نموت عليك يو نو اوف كورس انت تحب تونس استنى استنى اسوا كمان لبس عليه ميكرو برو نو ايش قلت له الميكرو ايش قلت له الميكرو سي سي قد يا 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 غير مني سواق مان يو نو ما حبش تنحى برو يو نو انت تحب تونس اوف كورس اوف كورس ايش جيت تعمل انت توا سمعنا اوف كورس نو 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 اوف كورس تعلم تعلم مش انت سواجر مان ها سواجر مان يا سواجر مان دخان مان نفه مان
شبيك تضحك برو يو نو كانت فريس روك مان زوالي مان نسيت ايمات سالتي زوالي مان فيا او يا لايك حلوه هذيا حلوه هذيا زوالي مان انت تبدل مان نيفر برو نيفر برو نسيت ايمات نبيو في الملاوي نبيو في التابونا نسيت انت وليت ملياردير من الملاوي برو يو نو كلك حاجه كلي انا نموت عليك انا نموت عليك هيا اش عندك علاش جيت تفضل انا جيت باش نقولو هو يا قال اللي ربي باش يتاتي خاطر يعمل في الخايب انا نقولك برو ربي باش تاتيك خاطر جيت لتونس شم جايبك برو شم جايبك برو سمعت بيك عندك جبت الخبير متاعك باش يس 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 خبير مستقبل خبير كام بليز خبير يا مادي شوش مادي شوش عسلامة عسلامة مش يشوف له بشي قيم له الذهب متاعه عسلامة سواجر مان عسلامة عسلامة برو نو برو اقعد داي سيد خبير كان حتى الخبير سلواله يطيح خبير انا اي يكا لباس يو نو برو بليز قولوا اللي هذي وما سلعة صحيحة شنو هذا ما تقولش عليهم الصباغين يزيدش من البلاد متاعك شنو هو زيز مماتي لابس هذا شوف لي هذه بليز برو فريجيلو هذه برو شنو هذا يس اقعد غادي شنو المساطه هذه يس عنده ريحه سنان هذا سنان نتاعو من تونس ولا من هذا يا سويك مان ماهوش سواك وات دو يو سي لطفي وات دو يو سي لا مش معاك مش معاك انا من سناني منين سنانك من تونس اوف كورس اوف كورس يس نحي اللونات خل نشوفوك احنا يو نو قوم يا بابا في بالك اللي من غير لونات انا نشوف الدنيا الوان 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 نشوف فيك زوز انا تو يو نو سواق مان انا ماني سواق مان انا محمد علي التونسي وهذا صابر سيزار وهذا ماهوش لطفي وجمهور جبناك باش نسجل باش يصير بركاج ما يشلق بيه حد هات عندك امشي صاحبي اه يخرج يخرج علي يخرج علي شبركي والراجل يخرج يس يخرج عدا يس يس ياي تعرفش عليه شي جبد لك فرد ولا حاجه برا امشي من تعرف عليه هذا تعرف عليه شكون وهم شو عطي 10 نقود موزايك اوه ماي جاد سواك مان نقول لك حاجه حسيبك ربي سواك مان قبل ما نستقبلوا الافوكا نتاعك خاطر نعرف الافوكا نتاعك هنا باش يزيد يوضح لنا باش نفهموا اللي سواك مان عمل افوكا زياده باش يفهمنا اكثر الوضعيه والوضع بتاع سواك مان ليش كان واحد ما انت نعرف ما هو يمثل لي زافوكا نتاعك الكل سواك مان بربي بالحق سيريزمون ما تخافش تحوش بالذهب هذا الكل يعملوا لك براكاش حاول برشا قالوا لي باش نبراكيوه والله بالحق شنو حاول حاول مش انا نحكي لك تخاف ولا ما تخافش نخاف كان من الله داكو انت محضر روحك معناها كم تصير لك براكاج ولا حاجه ما نقولكش برشا قالوا لي سواق مان يحوس واحد ولا باللي جارد كور ما تقوليش ما نقولكش تحتك فرد تحوس انا سوسوي خلينا من تونس سوسير في امريكا تحتك فرد تحوس طول تايم افري تايم اوف كورس افري تايم اي هاف ا لامبور بنتلي ذا بيبل وان اوف كورس افري تايم عندك بنتلي ولامبورجيني وبعد ساعات العباد تحب تسرقك يعني تبركيك هكا تتبرك انت في اي بلاد يبركيوك مش كان في تونس انت في امريكا ما تفوتش ربع ساعه في الشارع كنت تحوس هكا لو كان ما عنديش فرد 20 مينوت 15 مينوت يقضيوا عليك ناس ميتين بالشر غاديه وفي العالم الكل اي لكن محضر روحك في تونس زاد حذر بالكدا محضر بالكدا باه ما نطولوش في الموضوع هذا خلينا نستقبلوا لافوكا نتاعك مرحبا بك
أستاذ مغير ما نطولوا نحب له ناخذوا فكرة على المشكلة القانونية متاع متاع اللي صارت سواغمان ريان. هي الحقيقة المشكلة هي بدأت عندها أكثر من 5 أشهر وقت اللي ريان حب يحول فلوس بحكم عنده علاقة تجارية مع شخص آخر في سويسرا. تمت العملية هذه نورمال، قالوا حوالي الفلوس ديريكت لتونس. كيحول الفلوس لتونس بتبيع فلوس كبيرة برشا لازم تتعدى على البنك سنترال، ومعناتها لازم تطرح برشا تساؤلات يثبتوا من مصدر متاح. ريان قدم المؤيدات متاعه وقدم لي دوكيمون نيسيسير اللي يثبتوا المصدر متاع الفلوس هذه. فما لجنة في البنك سنترال اسمها لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي. اللجنة هذه عملت إتود وعملت دراسة للملف متاعه وقالت في الأخرى مش مقتنعين بعدة أسباب، وحاولت الملف متاعه للقطب المالي باش يتعاهد به قاضي تحقيق، وبتبيعة توا قاعد يقوم بتحريات اللازمة وقاعد يستنى في لونكيت ديفينيتيف اللي هي مش تقرر هل ترى هذه فما غسيل أموال ولا ما ثماش. لكن تفاجأنا أنه قاضي التحقيق بعد ما شاف ريان موجود لهنا مشى حاجة صدر عليه قرار تحجير سفر. تحجير سفر منعوه من السفر، معناتها حرية السفر متاعه مقيدة وما عادش عنده الحق. وما نجمش يمس فلوس، وزاد فلوس ما يمسهاش قاضي التحقيق وقت اللي صدر قرار تحجير السفر هذايا. في الحال مشينا سجلنا الاستئناف نتاعو وحولناه محكمة استئناف. لي ريسك اليوم انه سواغمان ينجم يطول برشا هنا في تونس، فما ريسك وسورتو هو توا معناتها مو شكل كل بيرسون كل نيبورت كي اللي قاعد لهنا ما عنده كما يقول هو لا خدمه لا قدمه. لا يا اخي كيفاش يعيش في ميامي؟ العقارات اللي يملكها غادي لازمها مصاريف، عنده عقار يصرف عليه شهريا ما قيمته 5000 دولار. ما عنديش كان دار واحد، عندي برشا هذي أمور في ميامي. yeah. معناها كل دار تصرف عليها 5000 دولار. yeah. لوس أنجلوس نيويورك. نحن ما احترامنا يعني القاضي التحقيق والقرارات ما نش هنا زاد نعملوا حتى شيء، ما قاعدين نناقشوا فيها. نحن ما نشكوش في القضاء، نحب نعرف انا مصير الوليد هذا اليوم ارتست مستثمر جاي لتونس حط فلوس فهمتني شو ولا شنو ينجم يدخلوه الحبس. بيان سور اي قضيه قدام قاضي تحقيق زاد نجم تكون مآلها الحبس. ينجم معناه هو ينجم يكون في تونس قاعد هنا يعني كيف بتعلي. لكن لازم تعرف حاجه خويا لطفي، راهو الى حد الان الملف ما فيش أدلة قاطعة. تحيط طبيب أموال قداش حكم متاعها؟ من 6 سنين وانتي ماشي 7 سنين. أوه لا يجي يقول لك شوف المشاكل دي ديما يتعرض لها وعادي باش يتعرض لها، مش كان في تونس في برشا بلدان في توا في أمريكا تعرض لها المشكلة هذه نتاع غسيل الأموال. تعرضت في نفس المشكلة في أمريكا، لكن حلوا بحث من بعد كيسكروا مشي على روحه. قداش قاعد المشكلة في أمريكا؟ 3-4 سمين. وقالوا لك ما تسافرش؟ نو قالوني فضل حكاية أبليجي. اسمعني أنا مقتنع بالحكاية، مين ما نجمش نسافر حاجة أخرى، ما تنجمش تعمل هكا تنحيني الليبرتي متاعي. ساعات نفد كما العباد تونسي فد، ونشوف أنا ساعات ناس يعملوا هكا تاو نفهم علاش، نفهم تونس علاش العباد شلطوا في رواح بخاطر سامحني شنو تحب تعمل؟ nothing you can do nothing you stay here and you wait you wait you wait you wait what is it's boring yeah? of course it's boring I don't have a time I need to pay I need travel I need this I have my life I have my privacy. عندك حياتك الخاصة معناها ويزمك تسافر ويزمك تدور ويزمك تخلص العباد وبش نقول لك حاجة. قول لي حاجة. أنا ما عنديش ولاد. تصور انا عندي ولاد اي كاتاستروف مسكين. انت معرس؟ نو حياتي داخليه ما نقولهاش. ما تحكيش؟ ما نحكيش جمله. ما تحبش تقولنا معرس ولا ما. لا تا في بريفي ما تحبش تحكي عليه. نيفر بيتوني كابش يسكر معك البرنامج سواغمان لانه نحبوا ديما الفن هو يكون لا ريبونس لاغ سي تكون لا ريبونس لكل شيء. نتمناو لك انك بقدره ربي ما يصير لك شيء وتسلكها كما نقولوا نحن احنا خويا لطفي رانا متفائلين مالجري المشاكل هذوما نحبوك تقعد تحب تونس وتموت على تونس كيما انت ما نحبوش موت على تونس. اذا نقول لك احنا 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 متفائلين برشا راهو باش ناخذوا معناتها قرار معناتها باش يرفع الحجر عليه وينجم يسافر على روحه.
حاسوا به قضيه تحقيق يتصل بالمحامين نتاعو يعلموه يرجع. هذه شو يسأل خاضي بتحقيق ما عنا حتى إشكالية أنتوليكا كان فماش مشكلة مع سواجمان إن شاء الله عن قريب يروح على روحه ويرجع لبلاد وتونس نحبوك زادة يزمنا نكون ذكيين مع الناس اللي عندها الفلوس والناس اللي تحب تستثمر في تونس خاطر حكيك في نكات نجم تخوف برش عباد يحبوا يجيبوا ملياردوات ويحبوا يجيبوا فلوس التونس هنا يقول لك فك عليه شو كيفاش نتعامل زادة هو فنان معروف تنجم الحكايه تولي اوبينيون انترناسيونال كيفاش فنان امريكاني دوريجين تونيزيان مسكرين عليه هنا انتو لي كاش على امورك تتحسن صاحبي اوف كورس يا مان كيما تقول انت نخلي لك كلمه الختام ليك انت يو انستاند وات داز مين كلمه الختام نو بات اي ساي يس اوكي ثانك يو سو ماتش اي ابريشيت ذات موت عليك قلب بالعربي موت عليك وموت على تونس وان شاء الله نجي هنا في بلاتو متاعك ونكلمو على حاجة خير قلنا عملو حاجة خير ونسمعو شوية موزيكا مع سواجمان J'ai les connais, baby, je me la fous dans le nez. J'ai les connais, baby, je me la fous dans le nez. J'ai pas ton temps, donc rien que tu jactes. Tu jactes, tu jactes, tu jactes. Serveur, mets-moi une taille de Jack. De Jack, de Jack, de Jack. Avant, j'avais pas les sous. Donc je les volais. Des sommes, du seum, des chats, c'est tout ce que je voulais. Non, non, ne me parle pas de sous. Ouais, cesse de miauler. Il voit la vie en rouge, la voix en violet. Non, mais pour qui il se prend? Non, mais pour qui il se prend? Ouais, ton mec, il se prend. Moi, je suis trop distant. Pour ça qu'elles veulent me kiss, non. Je les fous jusqu'au Pakistan. Jusqu'à la Russian roulette. Arrête de faire la meuf bien. Toi, t'es qu'une j'ai poulette, des poulette. Ouais, j'ai des conneries. Ouais, bah, je me la fous dans le nez. J'ai déconné, je me la fous dans.